أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، ذلك لتحسين منظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا مفصلا أعدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية، ذلك بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. حيث أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة لتخفيف المعاناة على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وأكد مدبولي ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات التلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط حيث اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 56% لتصل إلى 82.9 دولار للبرميل، وصعدت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 82% مسجلة 76.84 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى 2.75 دولار للتر، كما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.56% لتسجل 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة دبي على ارتفاع بعدما تجاوزت أرباح عدد من الشركات توقعات السوق لتعزز رغبة المستثمرين في المخاطرة، بينما تراجعت بورصة أبوظبي. وارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 6%، وفي المقابل هبط مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر ب 2%. ورغم اختتام معظم الجلسات على ارتفاع، أنهى مؤشر دبي الأسبوع بخسارة تقدر ب 1.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2%. وإلى وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال التعاملات الأمريكية وتجاوز عتبة 5000 نقطة بعد أن أشارت بيانات إلى تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقدر ب 1%، كما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 13%، كما زاد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 31%. وفي الأسواق اليابانية، ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق على الرغم من إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح، وارتفع المؤشر بنسبة 9%، حيث قفز سهم مجموعة سوفت بانك بنسبة تقدر ب 8.72% مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن عادت شركة الاستثمار في مجال التكنولوجيا إلى الربح للمرة الأولى في 5 أرباع. وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة لينخفض بنسبة تقدر ب 19%.
وفي الأسواق الأوروبية ارتفعت الأسهم بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبية بنسبة تقدر بواحد من 10%. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن التضخم تراجع في شهر يناير ليصل إلى 3.1%، وارتفعت أسعار المستهلكين بنحو يقدر ب 3.8% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي.